Thank you.
أكيد أكيد سبقني أكيد وصفني بالتأكيد ورديني قبل الحق قال شكلي زي الخف ورديني قبل الحق قال شكلي زي الخف لا تقولوا انت مين أكيد 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 عارفين 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 أكيد 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 عارفين طبعا يا حرف الخاء في الشكل زي الحاء طبعا سبقني أكيد وصفني بالتأكيد أكيد سبقني أكيد وصفني بالتأكيد والجيم قبل الحاء قال شكل زي الخاء والجيم قبل الحاء قال شكل زي الخاء في الشكل متقاربين في النقطة مختلفين في الشكل متقربين وفي النقطة مختلفين لك نقطة واحدة فوق شوفوها فوق فوق لك نقطة واحدة فوق شوفوها فوق فوق أحبائي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم مع فقرة المسابقات أحبائي لقاؤنا اليوم سيكون مع حرف الخاء أي أن جميع إجابات المسابقة تبدأ بهذا الحرف وسيكون المسابقة كما تعودنا بين فريقين نتعرف على الفريق الأول رضا علي عسمة عاطف عبد الوهاب ساعي طارق محمد فرع كما نتعرف على الفريق الثاني رائد إبراهيم زللي أحمد عبد المنعم الرغبان علاء عبيد حماد قبل أن نبدأ نود أن نوضح أن لكل سؤال تتم إجابته إجابة صحيحة 10 درجات والفريق الفائز هو الفريق الذي يحصل على أعلى الدرجات في نهاية المسابقة بسم الله نبدأ والسؤال موجه للفريق الأول هي أحدى أمهات المؤمنين عرفت بموقفها مع رسول صلى الله عليه وسلم ومناصرته في بداية الدعوة حين نزل عليه الأمين جبريل عليه السلام بالوحي من عند ربه قائلا له اقرأ باسم ربك الذي خلق بقيت مع النبي صلى الله عليه وسلم 25 سنة وماتت قبل الهجرة 3 سنوات من هي؟ خديجة أم المؤمنين الإجابة صحيحة ويحصل الفريق الأول على 10 درجات السؤال الآن موجه للفريق الثاني في غزوة من الغزوات قرر الرسول صلى الله عليه وسلم بعد استشارة الصحابة بالحفر حول المدينة لحمايتها ولما وصلت جيوش الأحزاب التي يبلغ عددها 10,000 لم يستطيعوا دخول المدينة فحاصروها ثم سلط الله عليهم رياحا شديدة قلعت خيامهم السؤال ما اسم هذه الغزوة؟
غزوة الخندق. الإجابة الصحيحة ويحصل الفريق الثاني على 10 درجات. السؤال موجه للفريق الأول. فاكهة لذيذة حلوة الطعم مغذية، موطنه الأصلي الصين ومنها انتقلت إلى سوريا ومصر. لها رائحة عطرية تعتبر مقوية للأعصاب ومنشطة للكبد. السؤال، ما اسم هذه الفاكهة والتي يبدأ اسمها بحرف الخاء؟ الخوخ. الإجابة صحيحة ويحصل الفريق الأول على 10 درجات. السؤال الآن موجه للفريق الثاني. مدينة من مدن المملكة ومن أهم المدن التجارية بعد مدينة الدمام، تقع على ساحل الخليج العربي. السؤال، ما اسم هذه المدينة التي يبدو اسمها بحرف الخاء؟ الخرج. الإجابة خاطئة وينقل السؤال للفريق الأول. مدينة من مدن المملكة ومن أهم المدن التجارية بعد مدينة الدمام، تقع على ساحل الخليج العربي. السؤال، ما اسم هذه المدينة التي يبدأ اسمها بحرف الخاء؟ خيبر. الإجابة خاطئة وبذلك يخسر الفريقان إجابة هذا السؤال، وإجابة السؤال الصحيحة هي مدينة الخبر. السؤال الآن موجه للفريق الأول. مدينة مجاورة لأبها في مرتفعات جبال السروات، وهي مدينة حديثة يربطها بأبها طريق معبد. ما اسم هذه المدينة القريبة من أبها كما قلنا والتي يبدأ اسمها بحرف الخاء؟ الإجابة خاطئة وينقل السؤال للفريق الثاني. مدينة مجاورة لأبها في مرتفعات جبال السروات، وهي مدينة حديثة يربطها بأبها طريقا معبد. ما اسم هذه المدينة القريبة من أبها كما قلنا والتي يبدأ اسمها بحرف الخاء؟ الخج. الإجابة خاطئة وإجابة السؤال الأول الصحيحة هي خميس مشات. السؤال الآن موجه للفريق الثاني. حيوان يطير ليلا ونهارا، كما أنه مزود بما يشبه الرادار يستطيع بواسطته الإحساس بما يتعرض طريقه، ينام طوال فصل الشتاء. السؤال، ما اسم هذا الحيوان الطائر والذي يبدأ اسمه بحرف الخاء؟ خفاش. الإجابة صحيحة ويحصل الفريق الأول على 10 درجات، وبذلك يكون مجموع ما حصل عليه الفريق الأول 30 درجة والفريق الثاني 10 درجات. السؤال الآن موجه للفريق الثاني. هي رسم لسطح الأرض على الورق ولها أشكال عديدة، فمنها نوع يبين شكل البلاد ومعالمها الطبيعية أي ما بها من أنهار وجبال، ومنها أنواع ترسم بيان مواقع المدن وتوزيع السكان يستعملها البحارة لتساعدهم في الملاحة. بماذا نسمي هذا الرسم؟ الخريطة. الإجابة صحيحة ويحصل الفريق الثاني على 10 درجات. السؤال الآن موجه للفريق الأول. قد يفقد القمر ضوء الشمس الذي يستمد منه نوره فيظهر لنا مظلما، وهذه الظاهرة يلاحظ معها اهتمام المسلمين بالصلاة والدعاء لله عز وجل حتى يعود القمر إلى ضوئه الطبيعي. بماذا نسمي هذه الحالة والتي يتعرض لها القمر؟ Thank you.
الإجابة صحيحة ويحصل الفريق الأول على 10 درجات. السؤال الآن موجه للفريق الثاني. مكان يقع شمالي المدينة. خرج الرسول صلى الله عليه وسلم بالمسلمين إليه في عام 6 للهجرة لمقاتلة اليهود، وفتح المكان وغنم منهم مغانم كثيرة. ما اسم هذا المكان والذي يبدأ اسمه بحرف الخاء؟ خيبر. الإجابة صحيحة ويحصل الفريق الثاني على 10 درجات. السؤال الآن موجه للفريق الأول. عرفنا أن الجزيرة هي الأرض التي يحيط بها الماء من جميع الجهات. السؤال: لماذا نسمي انحراف البحر داخل الأرض ثم خروجه مرة ثانية؟ يلاحظ أن الاسم يبدأ بحرف الخاء. خليج. الإجابة صحيحة ويحصل الفريق الأول على 10 درجات. أحبائي، وفي ختام المسابقة نجد أن الفريق الأول حصل على 40 درجة، بينما حصل الفريق الثاني على 30 درجة، أي أن الفريق الأول هو الفريق الفائز، والمكون من رضا علي عصمت، عاطف عبد الوهاب ساعد، مبارك محمد فرج. كما نشكر الفريق الثاني والمكون من رائد إبراهيم زللي، أحمد عبد المنعم الرغبان، علاء عبيد حماد. شكرا لكم أحبائي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيها ألمي خف وبحس كأني بصحى على يوم جديد مشرق. بانادول إكستان بتقنية الطبقة المزدوجة التي تخفف الألم سريعا ولغاية 8 ساعات. تخفيف الألم يبدأ ببانادول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لقد وعدتنا يا أبي أن تحدثنا عن خالد بن الوليد رضي الله عنه. لا شك أنكم مشتاقون للحديث عن هذا القائد المسلم. طبعا يا أبي، ولذلك ترانا مجتمعين لنستمع لحديثك. ما دام الأمر كذلك فسيكون حديثي في البداية عن نشأة خالد بن الوليد. فقد ولد رضي الله عنه في مكة المكرمة، وقد علمه والده الفروسية وركوب الخيل والحرب بالسهام العربية. معنى ذلك أن خالد رضي الله عنه تربى تربية عسكرية. فعلا يا ماجد. أود يا أبي أن تحدثنا عن والدي الذي قام تربيتي هذه التربية لكي نتعرف على شخصيته. تقصد الوليد بن المغيرة. لقد عرف والده يا بني بين العرب بالذكاء وحسن التصرف، حتى أن العرب كانوا يستشيرونه في بعض الأمور، وكان يكسو الكعبة المشرفة سنة من ماله الخاص، وكانت قريش تكسوها سنة. حدثنا يا أبي عن إسلام خالد بن الوليد رضي الله عنه. كما تعلمون يا أولادي، فلقد عز على كثير من العرب ترك دين آبائهم وأجدادهم، فلذلك تأخر إسلام
بعض هؤلاء، منهم خالد ابن الوليد رضي الله عنه الذي اشترك مع قريش في كثير من غزواتهم، وكانت قريش تعتمد عليه لشجاعته وفروسيته. معنى ذلك أن قريش كانت حريصة على أن يبقى خالد على دينهم وأن لا يسلم. هذا صحيح، لكن الله عز وجل هدى خالدا ووضع الإسلام في قلبه، وقد كان ذلك عن طريق رسالة بعثها إليه أخوه الوليد الذي هداه الله إلى الإسلام وترك عبادة الأصنام. وهل لخالد أخ اسمه الوليد؟ كنت أتوقع هذا السؤال، لأن اسم أخيه مثل اسم والده، ولكي تتأكد يا ابنتي فلخالد أخوين هداهم الله إلى الإسلام، الأول الوليد ابن الوليد والثاني هشام ابن الوليد. لا شك أن الوليد بعث برسالته إلى أخيه خالد يدعوه إلى الإسلام، بل كانت هذه الرسالة هي سبب إسلامه، حيث ذكر خالد رضي الله عنه أنها زادته رغبة في الإسلام، كما ذكر أنه رأى في النوم حلما كأنه في بلد ضيقة وجدبة، أي لا زرع فيها ولا خضرة، فخرج إلى بلد أخضر وأوسع. لا شك أن تفسير الهم خروجه من الشرك إلى الإسلام. أحسنت يا بني، فلقد ذكر خالد رضي الله عنه لأبي بكر الصديق ما رأى، فقال له إن الضيق الذي كنت فيه هو الشرك بالله. وبعد الرسالة والحلم الذي رأى ماذا حدث؟ بعد أن تأكد لخالد أن الإسلام هو الدين الحق وظهر له نور الإسلام، قرر التوجه إلى المدينة ليعلن إسلامه. وعند وصوله إلى المدينة المنورة قابله أخوه الوليد ابن الوليد، فقال له أسرع يا خالد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر بحضورك، فسر كثيرا وهو في انتظارك. لا شك أن خالد بن الوليد رضي الله عنه فرح بهذا الخبر. نعم يا ماجد، فأسرع في مشيه، فلما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم قال له السلام عليك يا رسول الله، فرد عليه الصلاة والسلام عليه السلام ورحب به وأسلم خالد وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أحبائي، ونحن نخصص هذه الحلقة لحرف الخاء، لا يفوتنا الإشارة لاتحاد دول مجلس التعاون الخليجي الذي جمع دول خليجنا العربي، وذلك بمناسبة قرب انعقاد مؤتمر القمة الخليجي في دولة عمان الشقيقة.
النجاح.